احنا معكم من مطار حماد بشمال لبنان لمواكبة حدث رياضي ضخم عم بيصير لأول مرة بلبنان، السكاي دايفينج أو القفز المظلي. لنعرف تفاصيل أكثر عن هالموضوع رفقوني بهالجولة. بمطار حماد عم يصير أول عمل للقفز المظلي سكاي دايفينج بتاريخ لبنان، لأول مرة عم يصير بتاريخ لبنان لمدة 13 يوم، وهلا عم يصير طلعات ومشاركة مع فريق ألماني محترف وبحضورنا نحن على الأرض. عنا 28 مدرب سكاي دايفر هلا موجودين هون عنا مع طيارتهم الخاصة للقفز المظلي، ورجعنا أخذنا كمان دعم مباشر من الجيش اللبناني القوات الجوية. أنور، في مواصفات محددة للشخص اللي بده يمارس هذه الرياضة أو حيلا حدا ممكن يقوم فيها؟ بيقدر أي شخص يمارس هذه الرياضة من عمر 14 سنة وما فوق، أي إنسان، شاب، بنت، مجوز، مش مجوز، أي إنسان. في نقطتين أساسيات: ما يكون عنده ضغط بالدم، ما يكون عنده أمراض بالدم أو عامل عملية قلب، أو الإيدين والإجرين عنده بيتحركوا بطريقة صحيحة، فهو بيقدر يعمل أي نشاط. لكن أنور، بتشجع كل حدا يستفيد من هالفرصة ويجرب السكاي دايفينج أو القفز المظلي بلبنان؟ بشجع الكل، وما زالك هلا عم تحكي معي أنا رح شجعك أنت أول واحد، وفيك هلا تقوم وتقول الله وهتا نمشي ونشوف شو هو سكاي دايفينج. أوكي يلا. لكن شو أول مرحلة لازم نعملها أنور؟ أول مرحلة بده واحد يعبي الابليكيشن تا ونشوف وزنه، لأنه الوزن محدد 94 كيلو. إذا كل شيء أوكي منروح على موقع تاني هو التحضير لمدة ثلث ساعة، شو بدك تعمل تلبس الباراشوت الجير. بعدين المرحلة الثالثة بنطلع بالطيارة، والمرحلة الرابعة من قلب الطيارة أنت بدك تعطيني رأيك. الوقت بعد دقيقة قليلة رح تفز، ما فيني اوصف لكم الاحساس شو حلو. بعد شي زيدو بتلاقي على الارض. باي. روعة عن جد عن جد، الإحساس روعة. مشاهدينا بنصحكم دايما دايما أول ما يصير لكم فرصة تجربوا هالتجربة لأنها رائعة. وتذكروني أنا توني نداف، برنامج اليوم على الحرة بيروت.